ركز على انه يشتري ارض. فجأة يأتي الغيب. لان الايقونة البيزنطية هي ليس مجرد فقط رسم. يوجد مفتاح لهذا الكنيسة. نزحت هنالك بسنة 1880. هذه الخارطة اليوم اعتمدت باليونسف. إيلي أو إيلا هي أحد أسماء الله. بدايات الرحية كانت عشرة. كان راهب ساكن هون وكانوا السياح اللي يجوا. كل طائفة تسمى بالملة. بستان مار شربل أو الحديقة الدير. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما إجا المسيح إجت معاه ماريا. صار عندنا بحدود 1200 عائلة أرثوذكسية. تقع على الخط البري الممتد لمسافة 30 كيلومتراً بين العاصمة عمان ومدينة مدبة، مجموعة من المواقع الدينية القديمة، لكن أبرز هذه المواقع تتركز في مدينة مدبة التي يطلق عليها في الوقت الحاضر مدينة الفسيفساء. وقد جاءت هذه التسمية لاحتضان المدينة لخارطة فسيفسائية نادرة موجودة في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. ويقول راعي الكنيسة الأب نقول البلة في لقاء مع نورسات الأردن إن هذه الخارطة المعروفة لدى العالم أجمع تشمل بلاد الشام عامة بما فيها القدس والأراضي المقدسة، وقد تم اعتمادها باليونيسف وفي مجامع السلام العالمية كوثيقة رسمية تجسد تاريخ المسيحية في المنطقة. الفسيفساء عثر عليها أحد الرهبان وتوجه إلى القدس عندما رأى هذه الخارطة الجميلة، خارطة تقريبا تسمى بالميدل إيست أو خارطة بلاد الشام ومصر. وهذه الخارطة اليوم هي خارطة اعتمدت باليونيسف كوثيقة رسمية، وقد اعتمدت أيضا في مجامع السلام العالمية، وقد ثبتت هذه الخارطة أراضي مصر لمصر ما بين اليهود والعرب. فالخارطة نسبة النجاح فيها والأكريت أو الدقة فيها 99%. وبالعودة إلى كنيسة القديس جورجيوس أو كنيسة الخارطة التي تعد من أهم وأقدم كنائس مادبة، فهي كنيسة رومانية أرثوذكسية تم بناؤها عام 1896 على بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي، يرتادها الزوار والسياح من كل بلدان العالم، وهي كنيسة عامرة تقام فيها الصلوات والقداديس وأغلب المناسبات في كل وقت. الكنيسة الآن عاملة ولا تزال نصلي فيها بكل يوم أحد وجمعة، يقام فيها الأكاليل والعزيات والعماميد وكل ما يتطرق إليه، ولكن الكنيسة أيضا أبوابها مفتوحة للزيارة، السياحة الداخلية والسياحة العالمية، فيأتينا من كل أطواف العالم لزيارة هذا الموقع الجميل المهم بمفهوم المسيحية على خارطة الأرض الموجودة في الكنيسة. ويؤكد الأب نقولة أن مدينة مادبة
الواقعة في إقليم وسط المملكة، عريقة بتاريخها وأصيلة بأهلها مسلمين ومسيحيين، وأن سكانها الذين يغلب عليهم الطابع المسيحي هم مزيج من مسيحيي المملكة الذين فضلوا الإقامة فيها لطبيعتها الرائعة ومعالمها الجميلة ونسيجها الاجتماعي الفريد. الرعية في مادبا متكونة من كل أطياف هذا البلد، معظمهم جاءوا من الكرك ومنهم أيضا من الصل، والآن في مادبا من كل شتات الأردن حسب حاجة الإنسان وقربه لعمله. أبناؤنا المؤمنين في مادبا الأرثوذكسيين أو المسيحيين عامة ما يقارب حوالي 20,000 نسمة، نصف منهم أرثوذكسة في مادبا، يدعمون مدارسنا، يدعمونا، وبيننا خلطة جيدة ما بيننا وبين أخوتنا الآخرين الإسلاميين في مادبا، نقوم بزياراتهم ويجبرهم بزيارتنا في الأعياد وغير الأعياد وفي الأفراح والأطراح. والحمد لله مادبا كباقي الأردن تحت النعيم الهاشمي الذي هو الاستقرار والمحبة والعطاء، الوطن للجميع والله لكل من يؤمن به. ملجأي في